رياضيا مشاهدينا، تجمعت جماهير ليفربول لليلة الثالثة على التوالي وسط المدينة للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه طلب منهم العودة للمنازل وسط مخاوف من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا سريع العدوى. وقالت وسائل إعلام محلية أن الجماهير أطلقت الألعاب النارية في مبنى رويال ليفر الشهير بالمدينة، والذي يملكه صاحب حصة الأغلبية في أسهم نادي إيفرتون المنافس، وأن النار اشتعلت في إحدى شرفات المبنى.